من المسائل المهمة لعامة الأمة، إذا قيل لك ما فائدة التوحيد على العبد في دنياه وفي قبره وفي أخراه، فقل: فائدة التوحيد الأمن والهداية، أن تأمن في قبرك، أن تهدى في قبرك إلى الإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ خلافاً للمنافق إذا قال: ها ها لا أدري. أن تأمن في قبرك من المخاوف ومن العذاب، أن تأمن في دنياك الأمن النفسي والأمن البدني، وأن تهدى في دنياك وتوفق. الأمن في الآخرة أن تأمن من الفزع ومن غيره، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأن تهدى يوم القيامة، ومن بين الهداية يوم القيامة، كما جاء عند البخاري أن الرجل إذا دخل الجنة فوالله إنه لأهدى إلى منزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.